تعلمون. سورة الزخرف. والذي نزل من السماء ماء بقدر القرآن يتحدث عن النظام المقدر للماء. في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5000 مليون جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما اكتشفه العلماء وأخبر به القرآن